العملية الإنتاجية داخل المصنع. المصنع بيقوم برفع جودة معدن المونازايت وفصله عن الشوائب الموجودة فيه ميكانيكياً عن طريق استخدام الترابيزات الهزازة، وبيتم تغذيته يومياً ب 14 طن من خام المونازايت قادم من مصنع الزيركون الجاف. والطاقة الإنتاجية اليومية للمصنع هي 400 كيلو جرام من معدن المونازايت، وبيتم تعبئة المنتج داخل المصنع في براميل بتزن 200 كيلو جرام. أي أوامر يا فندم؟ مهندس عبد العزيز عثمان، المهندس المسؤول عن مصنع إعداد وتجهيز الخام للمصانع. تم إنشاء المصنع على مساحة 1050 متر مربع بارتفاع 20 متر، ويتكون من 3 طوابق. وأمام سيادتك يا فندم شاشة العرض العملية الإنتاجية داخل المصانع. الهدف من المصنع يا فندم هو استقبال الخام القادم من مصنع التركيز لإعداده وتجهيزه وتغذيته للمصانع الأخرى بمعدل تغذية 2320 طن يوم عن طريق السيول الناقلة التي يتم تغذيتها باللوادر من منطقة التشوين. يتم بالمصنع يا فندم مجموعة من عمليات الفصل المغناطيسي والميكانيكي للحصول على 3 منتجات: خليط الالمنايت والجار بطاقة إنتاجية 1080 طن يوم، خليط الروتايل والزيركو والمونازايت بطاقة إنتاجية 948 طن يوم، منتج نهائي معدن المغناطيسي بطاقة إنتاجية 40 طن يوم. أي أمر يا فندم؟ مهندس أبو السعود هارون أبو السعود، المهندس المسؤول عن مصنع الروتايل. المصنع تم إنشاؤه على مساحة 4260 متر مربع بارتفاع 32 متر، ويتكون من 6 طوابق. وأمام سيادتك يا فندم على الشاشة عرض توضيحي لسير العملية الإنتاجية داخل المصنع. الهدف من المصنع يا فندم فصل خام الروتايل عن خام الزيركون باستخدام مجموعة من عمليات الفصل الكهربائية والمغناطيسية. بيتم نقل الخام إلى المصنع عن طريق السيور الناقلة التي يتم تغذيتها باللوادر من منطقة التشوين بمعدل 948 طن في اليوم. الطاقة الإنتاجية للمصنع يا فندم منتج الروتايل 49 طن في اليوم، خام الزيركون 224 طن في اليوم. أي أوامر يا فندم؟